اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على قناة مصطفى جيمينج. بهذا الفيديو بدنا نحكي بشكل سريع عن التحديث 1.49 للعبة محاكي شاحنات يورو تراك سيموليتر 2. طبعا التحديث اهم ميزة فيه انه تم تحديث السماء والاشكال السماء وتحديث مود الليل. مثل ما انك شايف بالصور صار انت اذا انت عم تسوق بالليل بيطلع لك القمر، ممكن تشوف النجوم. تم تحديث شكل السماء وجعلها HDR متوافقة مع HDR، فلون السماء وشكلها صار رائع جدا، بالإضافة لتعديل مود البرق. صار المود لما الدنيا تمطر ممكن الدنيا يطلع لك أنت برق بالسماء تسمع صوت الرعد. هي الميزة الأولى. أما الميزة الثانية اللي هي صارت أنت عندك في used trucks، إذا أنت ضغط عليها used truck أنت بيعطيك شكل الشاحنات منك شايف. في منها بتكون مدمجة شوي، منها مدمجة أكتر، منها عليها ضرر دائم، فأنت إما بتضطر تغير كل القطع بالشاحنة أو أنت بتضطر تسوق الشاحنة مع هاي الأضرار، بتعطيه أوكي فهو بيعطيك سوق الشاحنات مستعملة مثل ما أنك شايف. فأنت عندك هاي في منها كونديشن 5 نجوم وكم كيلومتر ماشية، في منها كونديشن بيكون سيء، فتشوف مثلا مثل هاي كونديشن سيء جدا، تمام تعبانه جدا الشاحنه ماشي 795000 كيلومتر 15% ضرر دائم، فانت تعطيه بورتشيس اوكي فمباشره تاخذها بدون ما تعدي عليها. ممكن تاخذها على الصيانه، بس انت اذا اخذت الشاحنه على الصيانه ممكن تضمن لك انه الشاحنه تكون شغاله، فهي ميزه حلوه كتير خصوصا انت لما تبلش باللعبه من اول جديد، فبيكون فيها هاي التفاصيل كلياتها، هذا الشيء رائع جدا. كمان انت عندك صار في ميزة جديدة ضافوها، هي ميزة الموديفاير. فاذا انت مثلا حابب تستعمل زرين مع بعض اوكي، فانت بامكانك تستعمل هاي الميزة. فمثلا انت ممكن تضيف شيفت و ال لتشغيل الضوء، وهي بتعطيك انه انت اريحية اكبر بالازرار، وخصوصي اذا انت عندك يعني عندك مثلا كيبورد صغير، او انت مثلا عندك في ناس عندها بيكون داشبورد جاهز بيشتروه، فهي او مثلا ناس عندها دركسيون، فانت فيك تعمل اضافات رائعه عبر هي الازرار. والميزه الاخيره بهذا التحديث هي بالجيم بلاي، هي الاوتوماتيك هيد لايتس. فاذا انت تجي لهون وبتنزل لتحت بيطلع لك هون اوتوماتيك هيد لايتس بتعطيه تشغيل، وهذا الشيء بيخلي الشاحنه مباشره تلقائيا تشتغل معك الاضواء لما انت بتكون محتاج اضواء، او في بعض البلدان اللي بتحتاج اضواء على مدار 24 ساعه بضل الضوء معك شغال 24 ساعه. وحتى اذا انت كنت عم تسوق على طريق مظلم تماما فبتشغل الشاحنه الضوء العالي مباشره، انت لما يجي حدا قدامك بتحط الضوء الواطي بتقطع الشخص بيرجع بيعلي الضوء العالي. فهي ميزه كتير حلوه بتمنى منكم كلياتكم تشغلوها. طبعا هي الميزات التحديث باختصار، تحديث رائع جدا، بتمنى تكون التحديث عجبكم، بتمنى تكون هاي ميزات عجبتكم. اذا عجبكم فيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تابعونا مزيد من فيديوهات. اما من هون لفيديو جاي بترككم في امان الله.